يعني في الواقع طبعا لبنان، مساحة لبنان وجغرافية لبنان لا تحقق بعد استراتيجي لوجستي داعم لحزب الله في لبنان. طبعا لابد أن يكون هناك عمق، هذا العمق هو عمق يتيح للقوات المتواجدة في الدفاع من حزب الله على الجبهة أن يكون لها يعني أنساق أخرى، ربما تكون هذه الأنساق يعني أنساق إدارية ثانية ومؤخرة، وعمق هذا العمق طبعا يؤمن إمداد قتالي متواصل باتجاه أرض المعركة. يعني عندما اختار حزب الله القصير وقام بتهجير سكانها وإخلاء المدينة والقرى التابعة لها، هو طبعا يعني معتمد على استراتيجية، هذه الاستراتيجية هي استراتيجية قتالية توسعية في المنطقة من أجل أن يكون هناك بعد، هذا البعد يؤمن طبعا يؤمن الكثير من الإمداد ومحاور التحرك وإبعاد القوات التي لها طابع استراتيجي، بالإضافة إلى العتاد، بالإضافة إلى الصواريخ. سيادة العميد، هناك تقارير تفيد بأن سلطة الأسد وروسيا قيدت تحركات الميليشيات الإيرانية في سوريا. ما سبب عدم فعالية هذه القيود في السيطرة على تلك الميليشيات؟ لا يمكن أن يكون هذا التقييد يعني مطلق. ربما في أماكن يعني وخاصة على المناطق الحساسة كجبهة الجولان ممكن أن قيدت هذه الجبهة، لكن يعني المنطقة، منطقة القصير طبعا التي هي جزء من مدينة حمص، المنطقة الوسطى التي لها اتصال أو حدود مشتركة مع من جهة الغرب مع لبنان ومن جهة الشرق مع العراق، هذه المنطقة تؤمن عبارة عن محور هام استراتيجي. من جهة الشرق توجد القوات المتواجدة أو الميليشيات المتواجدة في العراق، هذه القوات لابد أن يكون هناك عبارة عن محور، هذا المحور هو محور إمداد وخط إمداد كبير جدا من الأراضي العراقية باتجاه سواء الميادين او البوكمال او دير الزور او تدمر باتجاه القصير. هذا المحور هو شريان اساسي لا يمكن ان يقيدوا بهم او به حركتهم، لان طبعا لبنان كما قلنا جغرافيتها من الجنوب اللبناني وصولا الى بعلبك الهرمل، هذه المنطقه هي متواصله جغرافيا وذات اهميه كبيره جدا وهي نقاط حيويه.